اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى تمام الله مقاصدنا قد تمام الله مقاصدنا وزال منا جميع الهم وزال منا جميع الهم قد تمام مقاصدنا وزال منا جميع الهم وزال منا جميع الهم ببركة ببركة النور سافعنا ببركة النور سافعنا جوده وفضله علينا العم جوده وفضله علينا العم قد تمام ومقاصدنا وزال منا جميع الهم وزال منا جميع الهم طابت 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 بذكر مساربنا طابت بذكر مساربنا كم من أنه علينا كم وكم من أنه علينا كم قد تمام ومقاصدنا قد تمام ومقاصدنا وكم 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 تفضل وكم أغنى وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم وكم تكرم وكم أنعم قد تمام ومقاصدنا قد تمام ومقاصدنا وزال منا جميع ليلة صافا ليلة صافا قد صافت معنا ليلة صافا قد صافت معنا ونورها بيننا يقسم ونورها بيننا يقسم قد تمام ومقاصدنا قد تمام ومقاصدنا
قولها وزال منا جميع قولها حسى 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 إلهي يخيبنا حسى إلهي يخيبنا ولحم واهب علينا جمع ولحم واهب علينا جمع كتب الله مقاصدنا كتب الله مقاصدنا وزال منا جميع وزال منا جميع ذهب في جنة في جنة الخلد يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا بالمصطفى الأكرم مع النبي المصطفى الأكرم قد تمام الله مقاصدنا قد تمام الله مقاصدنا صلوا على صلوا على من به صدنا صلوا على من به صدنا على فصيح كدعى جمعا على فصيح قد تمام الله مقاصدنا قد تمام الله مقاصدنا وزال منا جميع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في البناء العناء إلى يوم الدين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الفكر من درار الأوصاف محمد يدع جوده توجهت إلى الله متوسلاً بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال مقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وسينات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه العمل فادعو ذو ظافرة
وعلى باب زاده تحد الرحال فتغزها منه الفيوضة الغامرة. آمين. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. آمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الساملة العاب الأكبر المحبوب لك والمخصص بسراف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. آمين. قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لعهد ودادك. آمين. سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحصوص منك بأجل الخصائص. آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. آمين. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بسراف مقامه العظيم. آمين. أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك. آمين. وأن تبلغنا من سراف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. آمين. وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا. آمين. وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترائك اتبائه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. آمين. اللهم إن لنا دمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا. آمين. ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمين. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين. أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وأم ببركاته وسريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرينا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وعدم راية الدين القويم في جميع أقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا والسورة. آمين. واكسف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي سر المعتدين والظالمين. آمين. وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وعيدهم بتعيير من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. آمين. واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا. آمين. واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا. آمين. واجعلنا يا ربي
في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا. وعدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للعجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.